ما نبعدش برشا على حراس المرمى. تقريب في كره القدم الوضع مشابه. شكري الواعر من علامات الفارقه في تاريخ الكره التونسيه فيما اختاره جمال برناس من هذه الصور في ستارزمان. مرمى وخالد بيلعب كره عاليه هوبا ضعيفه يمسكها شكري الواعر. عبد اللطيف وبيعمل اللفه بتاعته هوبا يا راجل هارد لك هوبا اسماعيل هوبا وبيلعب الكره لفه عاليه وخالد الغندور وشكري الوعر يخص صبري هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا صبري شيطه حلوه هوبا صبري في شكري الوعر هوبا هوبا اسماعيل يا هوبا خالد بدر سالو تاجو ويا شكري الوعر هاي لما شكري الوعر شكري الوعر بالخبرة كبيرة وتجربة كبيرة يتمكن يرفع كورة يرفع كورة شكري الوعر شكري الوعر ترجع عادل سليمي سليمي يوزع طويلة ويخرج شكري الوعر يمد كورة ترابلسي ترابلسي يرفع كورة تمشي العادل السليمي يروض الكورة بتاعه وحركة رياضية انه حمد It's bigger than you are not me. The links that I will go to. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. كان هذا شكري الواعر في صور حلوة اختارها جمال برناس هيثم رفيق الدرب شكري رفيقي ولد حومتي شكري واخويا وكارير كل ما بعضنا في شبان في الترجي منتخب اواسط منتخب اكابر تبارك الله مسيرة حافلة بالالقاب بيقول لي معناتها يتقارن اسمه لازم تقول حتى مقارن حتى بعتوقة تبارك الله عتوقة مسيرة كبيرة تقول لي بعد عتوقة شكري الواعر هو الاسم الثاني في تونس كحراس اللي خلد اسمه معناتها بحر في مذهب في تونس ربي قبل ما تتعدى تحكينا على الطرفة بتاع شكري الواعر هي من الدعوات معناها لأنه شكري الواعر قوي برشا في الراس راس فما امراه معناها دعت على ولدها قالت له وراك راس راس نجي شكري الواعر. ايه مره تجو معنا في بريباراسيون تاع كوب دي موند 85 في روسيا ماتش اميكال مع دينامو دريسدن في المانيا الشرقيه. فهمت هذوما ربحناهم عملنا معاهم انا في تونس هما السنيور نحن جونيور عملنا معاهم انا في تونس وفي البرنامج نتاعنا التحضيري في المانيا ما كانش عندنا ماتش معاهم. طلبونا ماتش بالذمه على انا عملناه معاهم في تونس فهمت عملنا ماتش عم دوز انترناسيونال جاو لافي من يوغوسلافيا هبطوهم كوميم كونترنا فهمت عاد انفراد مع شكري راس راس لابون سونتر شكري في الكونتاكت ما يرحمش ضرب وكسر له ركبته وقفت البارتي وباتاي رونجي صارت في ولات عود نتاع كورنير الدنيا لعبه وقفت